في حال أنا صرت مباشرة فوق الهدف، المؤشر الأحمر دلالة على وجود معدن. مجموعة من الأساور الذهبية راح ندفنها بهذه الحفرة ونردمها. رجعنا لكم من جديد بعد انقضاء فترة زمنية على دفن الأساور الذهبية بهذا المكان. نبدأ الآن بالتجربة على نظام الجراديو سمارت الصوتي الموجود بالجهاز أجاكس تروي. في حال أنا صرت مباشرة فوق الهدف، الجهاز راح يظهر على الشاشة بهذا الشكل أنه قام بكشف معدن. راح ننتقل الآن على نظام التصوير ثلاثي الأبعاد. منلاحظ أن الجهاز أظهر لي اللون الأحمر لمكان الهدف. بإمكاني أنا أتحرك بالصورة بهذا الشكل، بعمل زوم على الهدف. معرفة العمق الخاص بالهدف وقيمة هذا الهدف. العمق الموجود عليه الهدف هو 1 متر. نقلنا الصورة من الجهاز على التابلت المحمول. الرسم ثلاثي الأبعاد. أنا في معي حرية تحريك الصورة.